صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الصباحية التي نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، كما نستعرض معكم أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ونتفاعل معكم من خلال مشاركاتكم اليومية. والبداية دائما مع العناوين. أكثر من 30 إصابة في السودان بذكرى ثورة 21 من أكتوبر، والاتهامات متبادلة حول مسؤولية الإصابات. ليندر كينغ يرى في اليمن فرصة لأن تثبت إيران حسن نيتها ويعترف بدورها السلبي في الأزمة. رجل سوري بساق وطفل بلا أطراف يفوزان بصورة العام. أما عناويننا التي رصدناها من خلال تفاعلاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي يقدمها لكم الزميل توني مزرعاني. صباح الخير توني. ريتا صباح الخير. انقسام على مواقع التواصل حول مؤتمر استقرار ليبيا وإشادة بالتنظيم وانتقاد لفشل لم الشمل. مكتب لتعدد الزوجات في إعزاز السورية يثير السخط ويعيد انتهاكات الفصائل المدعومة من تركيا إلى الواجهة. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. المبعوث الأمريكي إلى اليمن يؤكد للحدث أن إدارة بايدن أحرزت بعض التقدم في الملف اليمني، ويقول أن إيران تلعب دورا سلبيا في الأزمة اليمنية من خلال تدريب الحوثيين، وأن دعم طهران لهم يشكل مصدر قلق كبير في واشنطن. للمرة الأولى منذ 7 سنوات كاسحات ألغام أمريكية تدخل إلى مياه البحر الأحمر لتعزيز جهود تأمين خطوط الملاحة الدولية وطرق التجارة العالمية. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يؤكد قبوله المثول أمام المحكمة العسكرية شرط أن يمثل أمامها حسن نصر الله، ويرى في رفض حزب الله لكل ما هو مطروح بخصوص تحقيقات انفجار مرفأ بيروت إشارة إلى تورطه في التفجير. اختتام مؤتمر دعم استقرار ليبيا وإجماع عربي ودولي على ضرورة إخراج المرتزقة وإجراء انتخابات بلا إقصاء، ووزيرة الخارجية الليبية تشدد على الالتزام بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وتدعو كل الدول إلى إعادة فتح سفاراتها. الرئيس التونسي يكشف عن نيته إطلاق حوار وطني لمناقشة مواضيع مختلفة منها النظام السياسي والانتخابي، ويشدد على رفضه لكل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والإساءة إليها. المبعوث الأمريكي إلى إيران يجري في باريس محادثات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا لاستئناف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي، ومصدر دبلوماسي يؤكد حضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء العراقي يؤكد العمل على حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية، ويشدد على أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب أن يكون الانتماء للوطن فقط. في تفاصيل ساعتنا الإخبارية البداية من السودان، إذ اعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن خروج ملايين المتظاهرين أثبت تمسك الشعب بالتحول الديمقراطي في البلاد، وقال في سلسلة تغريدات إن الجماهير أسمعت صوتها وأوصلت رسالتها بأن لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للردة عنها. كما تعهد حمدوك بمواصلة العمل لاستكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف الثورة، موجها الشكر إلى قوات الشرطة لقيامها بحماية المظاهرات. وأعرب حمدوك عن امتنانه لسلمية التظاهرات التي خرجت في الخرطوم
والولايات. قد أثبتتم اليوم تمسككم بالسلمية والتزامكم بالسير في درب الحرية والديمقراطية والتحول المدني الديمقراطي. لقد أسمعت الجماهير صوتها وأوصلت رسالتها بأن لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للرد عنها. وعهدي معكم نواصل العمل على إكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف وشعارات الثورة. أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أنها تعاملت مع 35 إصابة خلال حراك 21 من أكتوبر، تفاوتت بين اختناقات بالغازات المسيلة للدموع وإصابات بأعيرة مطاطية ونارية وجميعها حالات مستقرة، فيما كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن وقوع إصابات بالرصاص والغاز المسيل للدموع في مظاهرات إحياء ذكرى ثورة أكتوبر. وأضافت اللجنة في بيان أن القوات النظامية استخدمت القوة والرصاص والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. تجمع المهنيين السودانيين قال أن قوات الأمن هاجمت الحشود أمام البرلمان في خطوة مقصدها الاستفزاز والدفع في اتجاه العنف. بدورها كشفت قوات الشرطة عن إصابة عدد من منسوبيها، بينهم عنصرين أصيبا بطلق ناري في البطن والرجل. وقال البيان أنه تم رشق القوات المتمركزة أمام المجلس التشريعي بوابل من الحجارة والغاز والقنابل الحارقة، مما اضطرها لاستخدام القدر القانوني من أدوات فض الشغب. هذا وأشار البيان إلى أن مجموعة متفلتة حرقت عربة لنقل الجنود ونهبت محتوياتها. في يوم مشهود في السودان، خرجت حشود الجماهير في ذكرى ثورة 21 من أكتوبر عام 64. قيادات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وأحزاب الحرية والتغيير وأعضاء في الحكومة خرجوا في تظاهرات كان عنوانها الأبرز حماية المسار الديمقراطي. قالتها حتى بح صوتها وهي تتوكأ على أمل بتحول ديمقراطي، وتوافقت معها رغبات المتظاهرين. خرجوا الليلة عشان يثبتوا أركان الحكومة الانتقالية، عشان يقولوا مطالب محددة جدا وهي استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين. الهدف الأساسي اللي طلعت من أجله وطلع من أجله كل السوداني من قبل في الثورة والآن لأجل التحول الديمقراطي. نحن من 58 ما زلنا محكومين ومغيدين بالعسكر، نحن ندعم التحول الديمقراطي. التظاهرات انتهت بمدينة أم درمان باحتكاكات بين المتظاهرين والشرطة، أطلق على إثرها الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. وفي الجانب الآخر، جناح الإصلاح في قوى الحرية والتغيير قاد تظاهرات اتجهت صوب القصر الرئاسي. نحن متصمين هنا نريد إقالة الحكومة المدنية برئاسة حمدوك. من أهم المطالب بتاعتنا إنه السودان أولاً هو يكون جامع لكل السودانيين. سياسياً، رئيس بعثة اليونيتامز يلتقي البرهان ويجري مباحثات حول المواضيع العالقة خلال الفترة الانتقالية. ضروري جداً التركيز على المواضيع العالقة للعامين الباقيين من هذه المرحلة الانتقالية، بما في ذلك المؤسسات وتسمية ممثلين فيها المؤسسات وتأسيس اللجان والمجلس التشريعي الانتقالي وتخدير الانتخابات وتخدير الحوار حول الدستور. يوم طويل في السودان قالت فيه الجماهير كلمتها، حتى وإن تباعدت مسافاتها وتباينت عناوينها، إلا أنها أثبتت بأن لها الكلمة العليا في وزن المعادلة السياسية المختلة في السودان. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الإعلامي والصحفي السوداني محمد شمس الدين. أهلا بك معنا في هذه النشرة. دعني أبدأ بالسؤال عن الاتهامات المتبادلة
بين الأطراف حول المتسبب بكل هذه الإصابات. الأعداد أعداد الإصابات كبير حقيقة. كيف نفهم هذا التبادل بالاتهامات، ومن يمكن أن يلقى عليه اللوم بهذا العدد من الإصابات؟ تحية طيبة لك سيدة ريتا وللسادة المشاهدين، وطبيعي أن يعني نسمع أو نقرأ هذه الاتهامات التي اعتدنا عليها في كل المناسبات السابقة التي تحدث فيها مثل هذه الاحتكاكات ومثل هذه الإصابات. للأسف الشديد الأجهزة الأمنية المعنية ما زالت متهمة بأنها لم تصلها أيادي إعادة الهيكلة، إنجاز الوصف وإعادة الهيكلة المقصود منها الإبقاء على المهنيين من الأمنيين بشكل عام في كل المؤسسات الأمنية والعسكرية، واستبعاد الآخرين أو إعادة توزيعهم في أماكن أخرى، وظائف إدارية مثلا، من لا يستطيع العمل مع الجماهير والاحتكاك مع الجماهير بناء على عدة معايير. لكن في مثل هذه الاحتكاكات التي تحدث يكون دائما الدافع هو الاتجاه الأيديولوجي. للأسف هذه الإشكالات تحدث يعني بأسلوب استفزازي. الجميع يعرف ما هو المقصد من هذه المظاهرات التي خرجت بالأمس، وكلها كانت ترفع شعار السلمية، فلماذا تحدث هذا أو يحدث هذا النوع من الاحتكاكات؟ على الرغم من أن يعني الموقع الذي حدث فيه هذا الحادث بالأمس هو في أم درمان، في منطقة بعيدة كل البعد عن مثلا اعتصام القصر. نعم. أنه لا مبرر، يعني التخوفات التي كانت يتم الحديث عنها بعيدة كل البعد في هذه الحالة. إذن فمعروف من المتسبب في هذه الاتهامات. البيان الذي خرج من الشرطة بيان ضعيف وهزيل، وكالعادة لا يود أن يحمل أو يعني يتحمل المسؤولية ويحاول إلقاء اللوم على الطرف الآخر دائما. لا أحد يعرف الحقيقة في مثل هذه الحالات. للأسف ما حصل بالأمس هل برأيك سيؤجج الصراع بين الطرفين؟ يعني إن اعتبرنا يعني الشرطة من مؤسسات البلاد، من مؤسسات الشعب، يعني هو لا يفترض أن يكون طرفا أصلا في هذه الحالة، ولكن للأسف شديد الواقع يقول بأنه يتحول بشكل أو بآخر إلى طرف. وهنا نتحدث عن قيادات هذه المؤسسة، للأسف شديد هم يحاولون أن يعني بأي شكل من الأشكال الدفاع عن أنفسهم بعد وقوع الحادث، بدلا من الاعتذار والتعهد بالمحاسبة والانخراط في يعني تفعيل أهداف الثورة من هيكلة لهذه الأجهزة. فنتمنى أن يعي أو تعي قيادات هذه الأجهزة مسؤوليتها، وأن لا تضع نفسها في هذا الموضع. هي أجهزة بالذات جهاز الشرطة بالمناسبة هو جهاز مدني أصلا، يعني هو يفترض أن يكون حاميا لهؤلاء، يفترض أن يشعر الناس بالأمن والأمان حينما يروا أو حينما يشاهدون رجال الشرطة في الشارع، بدلا من الإحساس بالخوف وعدم الأمان. طب ما أسأل أيضا عن انعكاس المظاهرات بالأمس على مطالب الحراك، وأيضا على المشهد السياسي بمجمله على المكونين المدني والعسكري. يعني في الفترة الماضية بالمناسبة شهدنا فتورا من الشارع فيما يتعلق بدعمه للحاضنة السياسية كما يعرف الجميع، وهي قوى الحرية والتغيير. وحذرنا مرارا وتكرارا من أن هذا الفتور سببه معلوم، وهو ابتعاد هذه الحاضنة السياسية عن الشارع وعن أهدافها. المظاهرات بالأمس كل حاول أن يعني يجيرها لصالحه، لكن المظاهرات رسائلها كانت واضحة لجميع الأطراف. الرسالة كانت واضحة أن الشارع السوداني كله مع التحول الديمقراطي ومع الحكم المدني، وهنا الرسائل في بريد المكون العسكري، وهناك رسائل أرسلت إلى الجانب المدني أيضا المعني فيما يتعلق بشكل التعامل وآليات التعامل وتحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق، وهي كثيرة بالمناسبة، ربما المجال لا يسع لي أن نذكرها في هذه المرة. الوقت انتهى للأسف. نشير إليها في مرة سابقة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الخرطوم الإعلامي والصحفي السوداني محمد شمس الدين. من جديد إلى الزميل توني مزرعاني لنتعرف على قصة من أين توني؟ قصتنا من السودان ريتا. كلنا أذان صاغية. شكرا. مشاهدينا تزامنا
مع ما يشهده السودان من اعتصامات وتظاهرات شعبية، تداول رواد التواصل مقطع فيديو يزعمون أنه يعود إلى اعتصام القصر الجمهوري الحالي في السودان. وفي نص الادعاء حسب صيغة الناشر وبدون تصرف، شاهد الآن دخول آلاف العربات التابعة لترك إلى الخرطوم تحمل عشرات الآلاف لدعم اعتصام القصر، إنها الفتنة، أخمدوها قبل أن تشتعل. الادعاء بهذه الصيغة نشر على صفحة السودان بتاريخ 18 من الشهر الجاري، وحصد آلاف التفاعلات والمشاركات. وبعد التحري عن حقيقة المقطع وفقا لمنصة فتبينوا، تبين أن المقطع قديم ولا علاقة له باعتصام القصر الجمهوري حاليا في الخرطوم، حيث أرشد البحث العكسي بصورة ثابتة من مقطع الادعاء في محرك جوجل إلى العديد من القوات على اليوتيوب التي نشرت الفيديو كاملا، وذكرت أنها لاستقبال أحد شيوخ القبائل في منطقة كسلا شرق السودان. ريتا، هذه كانت قصتنا اليوم. شكرا لهذه الإيضاحات توني. شكرا لك. في الملف الليبي، استقبل قائد الجيش خليفة حفتر وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي اتجه إلى بنغازي بعد المشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس. وبحسب مصادر الحدث، ناقش الوفد المصري مع حفتر سبل تقريب وجهات النظر بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على دعم مصر للمؤسسة العسكرية لتأمين الانتخابات وتوحيدها وتفكيك الميليشيات. من جانبه، أكد حفتر للوفد المصري ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ليقرر الليبيون مصير بلادهم. الخارجية المصرية نقلت عن شكري تأكيده على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها. قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه يعتقد أن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد لا يزال ممكنا، داعيا جميع الأطراف للقيام بما يتطلبه الأمر للوصول لأكبر قدر من الإجماع لإجرائها رغم الشكوك والمخاوف من أن تزيد هذه الانتخابات الأمور سوءا في ليبيا. أولا، نود تهنئة وزارة الخارجية والحكومة الليبية لتنظيم مؤتمر ناجح جدا وقيادته بحرفية. الرسالة الواضحة التي أصدرها المجتمع الدولي هي لدعم ليبيا، بينما تحاول تحقيق هدفين الآن، وتحديدا إقامة الانتخابات في ديسمبر لتشكيل حكومة شرعية ومستدامة، والهدف الثاني هو استعادة سيادتها مع رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة منها. وأعتقد أنه تم التعبير عن هذه الأهداف بشكل واضح جدا، ويبقى التحدي أمامنا وأمام الشعب الليبي هو كيفية تحقيق هذه الأهداف وجعلها حقيقة. كشفت روزميري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية عن وصول أول مجموعة من مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. دي كارلو شددت في مؤتمر دعم استقرار ليبيا على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية، مشيدة بعمل لجنة 5+5 بشأن خطة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجنبية. وكان مؤتمر دعم استقرار ليبيا اختتم أمس في العاصمة طرابلس. وكشفت مصادر الحدث أن معظم المشاركين في المؤتمر أعلنوا رفضهم تأجيل الانتخابات لعدة أشهر حسب ما يريد البعض، وأن هناك مشاورات لفرض عقوبات على من يعطل الانتخابات الليبية. المصادر قالت أن مصر تطالب بخارطة طريق لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات، فيما تسود مخاوف من استخدام ميليشيات السلاح في حال خسارة أحد مرشحيهم، لذلك يجري العمل على تفكيك المجموعات المسلحة.
من العاصمة الليبية طرابلس الناشط السياسي أحمد أبو عرقوب ينضم إلينا. أهلا بك معنا في هذه النشرة أحمد. بداية، الحكومة الليبية أكدت أمام المجتمع الدولي إصرارها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. هل تستطيع فعلا الحكومة تنفيذ هذه الالتزامات وهذه الانتخابات رغم كل العقبات التي ما زالت أمامها؟ صباح الخير. أعتقد أن العرقلة والتأخير لإجراء الانتخابات كان بسبب البرلمان وما يعرف بمجلس الدولة بسبب تأخرهم في سن القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طالما ما أعربت أنها تحتاج إلى التشريعات الضرورية لإجراء الانتخابات، وقد أعلنت أن الموعد الأخير لسن القوانين هو 1 يوليو الماضي، ولكن القوانين سنت في القوانين النيابية، القانون الانتخابات النيابية سن في شهر أكتوبر من هذا العام. فبالتالي أعتقد أن المفوضية العليا للانتخابات يوم الأحد القادم في المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد في طرابلس سوف تعلن عن عدم قدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها، وهذه وهنا أقصد تقنيا غير قادرة وغير جاهزة. ولكن كان في تأكيدات في هذا المؤتمر وأمام المجتمع الدولي وتأكيد على الالتزام بموعد الانتخابات. نعم، الحكومة دائما ما كانت تؤكد على التزامها لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات، وأعلن السيد رئيس الحكومة والسيدة وزيرة الخارجية عن تقديم الدعم اللوجستي والدعم المالي للمفوضية. ولكن هنا أتحدث عن مشكلة تقنية قد تواجه المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا هناك بعض الأطراف تسعى لتقديم طعون حول قوانين الانتخابات التي صدرت من مجلس النواب. هنا أحدد بالتحديد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة يستعد لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا في قوانين الانتخابات التي سنها البرلمان، بسبب أن البرلمان قد ذهب وحيدا في وضع هذه القوانين دون التشاور ودون التوافق. يعني هل يمكن القول بأنه المشكلة باتت ليبيا محط الآن؟ لأنه رأينا إجماع دولي كامل في هذا المؤتمر للانتقال السياسي في ليبيا. نعم، هذه نقطة إيجابية جدا، وكان مؤتمر استقرار ليبيا يصب في صالح إجراء الانتخابات في موعدها، وهذه مطالب الشعب الليبي. وهناك بعض الدول التي ترى من عدم صالحها إجراء الانتخابات في موعدها مثل تركيا وروسيا، ولكن للأمانة هذه الدول لا تعمل كثيرا لعرقلة الانتخابات، لأن بوصلة المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة تشير إلى انتخابات 24 ديسمبر إيمانا من الولايات المتحدة بأن الاستقرار في ليبيا يبدأ من خلال عملية تجديد العملية السياسية وتجديد خصوصا تجديد المجلس التشريعي في ليبيا ووجود جسم تشريعي موحد في ليبيا. طب ماذا عن خروج القوات الأجنبية من ليبيا؟ الانتخابات، يعني هل الوقت المتبقي قبل الانتخابات كافي لتنفيذ كل المخرجات، خاصة المخرجات التي وضعتها لجنة 5+5 لخروج المرتزقة من ليبيا؟ هل الوقت كافي لتنفيذ هذا الالتزام؟ من أول الناس الذين طالبنا بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، يعني أنا أول من دعا إلى هذا، يعني حتى هذا الحديث كنا نتحدث عنه من أيام فايز السراج.
وأيام الحرب في طرابلس، ولكن الآن بعد حتى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها للجنة 5+5، ولكن الواقعية وعلى أرض الواقع جميع المؤشرات تشير إلى أن القوات الأجنبية المدعومة من تركيا وروسيا غير مستعدة للخروج من ليبيا، لأنها لن تسلم في المكتسبات التي حققتها بتواجدها في ليبيا واستثمارها في ليبيا. نعم، فبالتالي أعتقد أنه أمر صعب جدا أن يحدث في المستقبل القريب. نعم. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس الناشط السياسي أحمد أبو عرقوب. نبقى في الشأن الليبي لكن مع الزميل توني مزرعاني ونتائج التصويت الذي نشرناه أمس على حسابات الحدث، إليك توني. نعم ريتا، إذن نتائج التصويت هو فالسؤال الذي طرحناه أمس يقيس توقعات متابعي صفحات الحدث على تويتر ويوتيوب كوميونيتي حول إذا ما كان المجتمع الدولي سينجح في تقريب وجهات النظر الليبية من جديد وينقذ الانتخابات. على تويتر جاءت النتائج، 34% يعتقدون أن المجتمع الدولي سينجح في تقريب وجهات النظر الليبية، أما الأغلبية أي 66% فلا يعتقدون ذلك. على يوتيوب كوميونيتي 26% يعتقدون أن المجتمع الدولي سينجح في تقريب وجهات النظر الليبية طبعا، أما 74% فلا يعتقدون أن المجتمع الدولي سينجح في تقريب وجهات النظر الليبية من جديد وينقذ الانتخابات. ريتا، هذا كان التصويت والآن أعود لك. شكرا لك أطوني. شكرا لك. في مقابلة خاصة مع الحدث قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن إدارة بايدن أحرزت بعض التقدم في الملف اليمني، مؤكدا أن وضع قيادات من الحوثيين على قوائم العقوبات كان له أثر كبير. أعتقد أنه يجب أخذ عدد من الأمور بعين الاعتبار، فإذا نظرت كيف تغيرت الأزمة اليمنية دوليا منذ تولي إدارة بايدن هاريس يمكنك أن تلمس المزيد من الوحدة في المجتمع الدولي لمقاربة الصراع. هناك مبعوث أممي جديد ولدينا ثقة به ليقود الجهود الدولية، ولكن أيضا يجب النظر إلى عدد من الإجراءات التي اتخذناها عندما قمنا بوضع عدد من القيادات الحوثية على القائمة. فعندما يكون هناك من يقود العمليات ويوقف المساعدات ويشارك في الفساد وغير ذلك من الأفعال السلبية، نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأعتقد أن هذه القائمة لها تأثير قوي كذلك. المبعوث الأمريكي إلى اليمن أكد أيضا أن إيران تلعب دورا سلبيا في الأزمة اليمنية من خلال تدريب الحوثيين، مضيفا أن دعم إيران للحوثيين يشكل مصدر قلق كبير لواشنطن. لا شيء أراه ولا نحن في الولايات المتحدة نراه قريبا أن إيران تلعب دورا إيجابيا في اليمن. إنهم بحاجة إلى إظهار أن لديهم إرادة حسنة وأنهم يستطيعون أن يقوموا بدور إيجابي، وكما قلت إنهم يدربون ويدعمون الحوثيين بطريقة سلبية، وهو ما يسهم في تأجيج الصراع كما يعد مصدر قلق كبير لنا. قلتها أكثر من مرة، إنه إذا كانت إيران تريد إظهار نية حسنة للمنطقة ولاستقرارها، فاليمن هو المكان المناسب لإظهار ذلك. وفي مأرب تعاني أكثر من 3000 أسرة نازحة من المديريات الجنوبية للمحافظة أوضاعا إنسانية صعبة بعد حالة التهجير من المنازل. السلطة المحلية ووحدة النازحين دعت شركاء العمل الإنساني للتدخل العاجل، فبادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ مشروع إيواء وغذائي عاجل. وضع إنساني صعب يعانيه النازحون القادمون من المديريات الجنوبية في محافظة مأرب بعد حالة التهجير الكبيرة التي حدثت لهم جراء القصف المستمر من قبل الميليشيا الحوثية. اليوم مركز الملك سلمان يقدم مساعدات عاجلة طارئة للنازحين القادمين من المديريات الجنوبية، وتشمل هذه المساعدات المواد الغذائية والإيوائية. حول الأعداد القادمة من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب والتدخلات الإنسانية العاجلة التي نادت بها السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، سيكون معنا الأستاذ السيف مثنى وهو مدير
مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب. نشكر مركز الملك سلمان على ما يقدمونه على الوقفة الإنسانية التي يقومون بها معنا في محافظة مأرب، لحيث اليوم يتم تدشين 250 مأوى إضافة إلى حقائب إضافة إلى 250 حقائب إيوائية، وأيضا 1800 سلة غذائية يتم تدشينها، والمستفيدين سيكونون من النازحين الجدد الذين نزحوا من المديريات الجنوبية. النزوح الذي حصل في المديريات الجنوبية منذ 1 سبتمبر إلى يومنا هذا أكثر من 25 ألف نازح، والاحتياج كبير جدا، الاحتياج كبير جدا، والنزوح لا زال مستمر إلى يومنا هذا بسبب القصف العشوائي الميليشيائي من قبل الميليشيات الحوثية الذي يتم استهداف المناطق الآمنة والقرى المكتظة بالسكان في المديريات الجنوبية. فاستهلها فرصة بأن ندعو شركاء العمل الإنساني إلى التدخل السريع لإيجاد المأوى والإيواء والمواد الغذائية والمياه وكل الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها النازح في محافظة مأرب. النزوح لا زال مستمر ووجهة الاحتياجات كل يوم تتسع أكثر وأكثر. نشكرك أستاذ سيف. كما أكد الأستاذ سيف مثنى، فإن أكثر من 25 ألف نازح وصلوا من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب إلى مدينة مأرب. أيضا هذا التوسع من الاحتياج الذي يشهده النازحون في المحافظة من خلاله دعت شركاء العمل الإنساني لسرعة تلبية هذه الاحتياجات، ولبى مركز الملك سلمان بدءا بالسلة الغذائية التي وزعها قبل يومين، واليوم يوزع الخيام والمواد الإيوائية للنازحين. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث، محافظة مأرب. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنه تم استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمام المحكمة العسكرية للإدلاء بإفادته بشأن أحداث العنف في الطيون في بيروت التي وقعت الأسبوع الماضي. وقالت رويترز إن الإجراء جاء بعد الاستماع إلى أقوال الموقوفين على خلفية أحداث العنف. في لقاء مع قناة ام تي في، قال زعيم حزب القوات سمير جعجع إنه لا يعلم بأي طلب لسماع شهادته بشأن عنف بيروت، مؤكدا أن حزبه ليس لديه قوات مسلحة، وأن خطاب حسن نصر الله الأخير كان مليئا بالمغالطات. جعجع قال إنه يرفض المثول أمام المحكمة العسكرية إذا لم يمثل حسن نصر الله أمامها. حديثه كان لأنه أول شيء هدية مسمومة، ولأنه هدية مليئة بالمغالطات وبالأكاذيب وبالإشاعات التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة. إذا صح إنه مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية، مفوض حزب الله طلب الاستماع انه ليه هو اوكي طلب الاستماع اللي تكرم عينه، بس عشرت صغير انه بده يستمع للسيد حسن نصر الله قبله. تحقيق دولة مش موافقين عليه ما بدهن اياه، وفادي سوين ما بدهن اياه، وطارق البيطار ما بدهن اياه. بكون ما بدهن شخص معين، بكون ما بدهن تحقيق. ليش طب ليش ما بدهن؟ امر مش وارد. ليش ما بدهن تحقيق قضية المرفأ؟ وبالتالي انا استنتج انه في مكان ما مبين بالتحقيقات انه حزب الله له عليه على انفجار المرفأ. هاي القضيه المركزيه بالوقت الحالي. الى الزميل توني مزرعاني لنتعرف على المقصود بالمحكمه العسكريه، ما المقصود بها توني؟ نعم سنتعرف بعد قليل. مشاهدين، المحكمة العسكرية قضاء له الصلاحية الكاملة في تحديد أي ذنب لعنصر تابع للقوات المسلحة وفق القانون العسكري. إذا لم يتم تثبيت أي جرم للمتهم عندها، بإمكان المحكمة العسكرية أن تحدد نوع العقاب المناسب، وتستخدم المحاكم العسكرية للاطلاع على القضايا الخاصة بالأسرى وجرائم الحرب. ووفق معاهدة جنيف، فإن المحكمة العسكرية تحاكم أسرى الحروب ويتخذ بحقهم نفس الإجراءات التي تتبع لها قواتهم العسكرية. وللمحاكم العسكرية طابع المحكمة، ويستلمها ويديرها رئيس قضاة مختص ومدعي عام ومحامي دفاع، وجميعهم محامون مدربون. ويختلف التشكيل الدقيق للمحاكم العسكرية من دولة إلى أخرى، حيث يتركز على مدى خطورة التهمة الموجهة للفرد. ريتا، هذا كل ما لدي، يعود لك. شكرا على هذه التفاصيل والإيضاحات. شكرا لك.
وفي لبنان نبقى، فالأزمة الاقتصادية هناك ساهمت في ظهور التوك توك، إذ بات وسيلة نقل معتمدة في بلدات لبنانية عدة، ويسير في الشوارع نحو 2500 توك توك، وهو رقم مرشح للازدياد طبعا. التفاصيل معنا هاد يوسف. عام في لبنان وما يرافقها من أزمة محروقات وأسوأ أزمة اقتصادية أدت إلى ظهور وسائل نقل جديدة في عدد من البلدات اللبنانية ومنها التوك توك. في بلدة مجد العنجر في البقاع شرق لبنان كان أول ظهور للتوك توك. وقتها كان مسيرها محصورا في البلدة ليتسع بعدها نطاق تحركاتها مع تدهور الأوضاع المعيشية. والله للصراحة الشغل ما عادش مثل الأول، يعني مثلا بنبقى بالأول شوي مشكلسين أمورنا بالعامية مثل ما بيقولوا، حاليا لا، يعني أنجع من طالع مثلا بيقولوا حقربة خبز وطبخة البيت. 100,000 بنزين بتاخد، كانت بالأول على البنزين كانت تاخد 9,000، فرقت كتير، صرنا ناخد 10,000. السيارات العادية بياخدوا ما بعرف قد يمكن شي 20، يعني أنا مدرس مهندس عرفتي وين، بس وصلنا لمرحلة ما في شغل، ما في حتى المهندس مش قادر يشتغل، طلعنا على توك توك لحتى نعيش. ورغم أن أجرة التوك توك أيضا أصبحت مرتفعة مع رفع الدعم عن المحروقات، إلا أن التكلفة بالنسبة للبعض تبقى أقل من سيارات الأجرة أو من قيادة سيارتهم الخاصة. سيارتي ما عدت أبدا طلعت فيها إلى المشاوير اللي كتير بعيدة، فالتوك توك كتير أوفر علينا. 80% من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، ما أدى إلى تزايد ظهور التوك توك. عمليا هو مبلش من 5 سنوات لكن كان بأعداد خجولة، فاللي فاتوا من 5 سنوات حتى اليوم هني 2500 عربي التوك توك. وأنا بتصور اليوم مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت ستشهد هيدي الآلة مزيدا من الطلب، لأنه حقها قليل، كلفة صيانتها قليلة، وبالتالي بيقدر ينقلوا الراكب من مكان إلى آخر بكلفة محدودة. يبقى عامل الأمان غير مضمون في وسائل النقل هذه، مع طرقات مليئة بالحفريات وبنى تحتية متهالكة أهملتها الدولة التي قررت استعمال المبلغ المرصود من البنك الدولي لإطلاق شبكة مواصلات في البطاقة التمويلية التي لم تصدر حتى الساعة. من البقاع اللبناني ناهد يوسف، الحدث. إلى الزميل محمود شكر لنتعرف على أبرز الأحداث في لبنان. تسارعت الأحداث والتطورات السياسية وتحديدا في الملف القضائي على الساحة اللبنانية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام اللبنانية إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي عقيقي أعطى إشارته للمختصين بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف أحداث الطيوني وعين الرماني. هذه المسألة جعلت من جعجع أن يقول إلى أنه مستعد للذهاب إلى المحكمة العسكرية على شرط أن تستمع هذه المحكمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في عدة ملفات على الساحة اللبنانية، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. هذه المسألة التي لا تزال تلقي بظلالها على الواقع السياسي والقضائي، وتحديدا في ملف البطار الذي اجتمع المجلس القضاء الأعلى للنظر في إيجاد المخارج القضائية لحل هذه المسألة. تواترت المعلومات إلى اجتماع ثاني، ولكنها حتى الساعة لم تحدد إذا كانت ستستدعي البطار للاستماع إلى رأيه في هذا الملف. في سوريا أثار خبر إنشاء مكتب لتعدد الزوجات في مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة الجيش التركي الكثير من الجدل على مواقع التواصل، لا سيما أنه حظي بمباركة شخصيات عسكرية ودينية في تلك المنطقة الواقعة شمال محافظة حلب. المكتب الذي يعتبر الأول في سوريا افتتح بموافقة مجلس مدينة إعزاز المحلي الذي أسسته أنقرة لإدارة المدينة. مدافعون عن حقوق المرأة اعتبروا افتتاح المكتب عمل غريب عن المجتمع السوري،
وانتقدوا الخطوة في الوقت الذي وصف فيه الشيخ أحمد العلوان رئيس ما يسمى بمكتب الإرشاد والتوجيه المعنوي لدى ما يعرف بالجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وصف الافتتاح بالخطوة الممتازة مع عرضه لموجة انتقادات على مواقع التواصل أيضا. الانتقادات جاءت على خلفية الأوضاع المأساوية التي تعيشها المرأة في مختلف مناطق البلاد الخاضعة لسيطرة مسلحي الفصائل الموالية لتركيا. وبحسب بيانات مركز لتوثيق الانتهاكات في شمال سوريا، وقعت عشرات حالات الاغتصاب بحق النساء في تلك المناطق، ولم تقم الفصائل المسلحة بمعاقبة مرتكبيها، كما أن عناصر وقادة آخرين من تلك الجماعات يفرضون على النساء الزواج بالإكراه. ووثق المركز اختطافات 9 نساء في شهري أغسطس وسبتمبر الماضي في مدينة عفرين، وتوفيت إحداهما عقب تعذيبها. ووفقا للمركز فإن 5 نساء يختفين أسبوعيا في محافظة إدلب، ولا تقوم الجهات المسلحة المسيطرة على المدينة بالبحث عنهن. المركز أشار أيضا إلى أن النساء مغيبات تماما عن التمثيل في أي مجلس محلي أو أي من المجالات الأخرى. طبعا للحديث الحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الصحفية علياء منصور. أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية أود أن أستوضح نقطة معينة، يعني وردت معلومات أن السلطات القائمة في مدينة أعزاز أغلقت هذا المكتب، هل تم التحقق من هذه المعلومة أولا؟ قرأنا الخبر بالأمس على صفحات التواصل الاجتماعي أنه قرروا إغلاق الجمعية بعد ردات الفعل السلبية عليها. هل بسبب الضجة التي أثارها الإعلان يعني تم إغلاق المكتب؟ صحيح، بسبب الضجة التي أثارها الإعلان، وبسبب يعني لا أحد يستطيع تسويق تسليع المرأة بهذه الطريقة، والسخرية أنهم يتحامون بالتركي. بتركيا القانون يمنع تعدد الزوجات، وجايين على سوريا يفتحوا مكتب ليشجعوا على تعدد الزوجات. يعني تحديدا هذه النقطة، أعتذر عن صوتي بسبب الحساسية. ولا يهمك، فقط يعني هكذا ممارسات قد تبدو يعني مثل مكتب تعدد الزوجات ربما تكون مفهومة في مناطق سيطرة فصائل متشددة، هيئة تحرير الشام مثلا، ولكن كيف يمكن فهمها في مناطق تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا وتسيطر عليها تركيا أيضا؟ لا، مش بس موضوع المرأة، جميع الممارسات التي تتم بالمناطق التي تسيطر عليها تركيا أو السوريين اللي موالين لتركيا ولم يعد موالين لسوريا، من الاعتقالات لقمع حرية الرأي، كل شيء يقومون به يشبه إلى حد كبير ما يقوم به النظام في مناطقه وما صار ضده السوريون. أما أن يصل الأمر يعني، وعذرا انه حتى بمناطق النظام لم نسمع هكذا دعوات الى تسليع المراه بحجه مساعدتها، ما بعرف شو المصطلح الذي استعملته الجمعيه بالتسويق لنفسها، انه نحن هيك بنساعد المراه، انه ما فيك تساعد المراه الا اذا تزوجتها. كتبت مقال سينشر بعد يومين عن هذا الموضوع. لما قرأت عن تأسيس هذه الجمعية وهذا المكتب، تذكرت السيدة في الضاحية الجنوبية إن تذكرونها، التي خرجت تعترض على ممارسات حزب الله وقالت لحسن نصر الله: رجالك ومسؤولو الحزب يجبرون النساء الأرامل أرامل المحاسبين على عقد زواج متعة معهم لمساعدتهم ماديا. تحولوا
لا يشبهوني بشيء، تحولوا إلى شيء شبيه بحزب الله، تحولوا إلى شيء شبيه بالنصرة. يعني والسخرية أن اسمهم الجيش الوطني ومجلس محلي وهم يعني لا يمثلون أي شيء من هنا. أسأل من عن دور الائتلاف الوطني السوري المعارض وحتى الحكومة المؤقتة في إدارة الأوضاع في المناطق الائتلاف المحررة في الشمال السوري. هؤلاء إن كان الائتلاف أو الحكومة المؤقتة يتعهدون في المحافل الدولية بتصويب هذه الممارسات وبسيطرة فعليا على هذه المناطق. أين كل هذه الالتزامات؟ هل هناك أي دور لهم أصلا؟ خلينا نبلش. هل صدر عن الائتلاف من أكثر من سنة إلى اليوم موقف واحد يدين تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة للقتال في ليبيا وغير ليبيا؟ هم بموضوع كتجنيد تحويل السوريين إلى مرتزقة لم يصدر عنهم موقف، فما بالك بموضوع يعتبرونه لوكل محلي إنه لن يأخذ ضجة داخل إدلب أو أعزاز أو غيره. ومن قال أن نظرة الائتلاف إلى المرأة تختلف كثيرا؟ هم بالنسبة لهم المرأة هي ديكور دايما منحطة. أنا كنت يوما ما عضوا بالائتلاف وأعرف نظرة غالبيتهم. من كان يرى المرأة شريك بالعمل السياسي وشريك بالمجتمع ترك الائتلاف من زمن طويل. اليوم أنا أعرف بعض شخوص الائتلاف يرون المرأة كديكور للمجتمع الدولي، إنه تفضلوا معنا نساء ومعنا أقليات. يعني مواضيع أخطر، مش أخطر، مواضيع تهم المجتمع الدولي أكثر لم يصدر عن الائتلاف. ولا أظن سيصدر عن الائتلاف موقف يقولون نحن ضد تعدد الزوجات. بتقوم عليهم الأيام بأن بدهم يسيروا، يعني بعد شوي عم بيسيروا الجولاني، بدهم يسيروا مين مكان ليكسبوا شرعية ما على الأرض. نعم. إذا كانت أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت الصحفية علياء منصور. شكرا. صورة مؤلمة لرجل سوري بساق واحدة يحمل طفله المولود والذي يظهر من دون أطراف سفلية أو علوية، تفوز بصورة عام 2021 لجوائز سيبا الدولية للصور. وموقع بيتا بيكسل قال إن الصورة التقطها المصور التركي محمد أصلان في الريحانية على الحدود التركية السورية. الصورة التي تحمل عنوان مشقة الحياة وثقت لحظة إنسانية بين الأب وابنه الذي ولد بدون أطراف بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته إلى تناولها بعد إصابتها بالغثيان بسبب غاز الأعصاب الذي أطلق خلال الحرب في سوريا. يذكر أن المسابقة تلقت آلاف المشاركات لمصورين من 163 دولة، ستعرض في إيطاليا ابتداء من الغد كجزء من مهرجان سيانا للفنون البصرية. في روسيا، والزميلة كاتيا طعمي لمعرفة تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأولى إلى العاصمة موسكو. نتابع. ملفات عديدة ساخنة على طاولة المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية. سوريا وإيران والأوضاع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى التعاون الثنائي هي أهم الملفات بين الجانبين. هذه الزيارة لبنيت هي الأولى له بعد تسلمه لمنصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية. الأخير كان قد هنأ الجانب الروسي بمناسبة مرور 30 عاماً على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. إلى بروكسل وتفاصيل اليوم الثاني للقمة الأوروبية مع مراسل الحدث نور الدين الفريدي. قادة الاتحاد الأوروبي يتهمون بيلاروسيا باستغلال معاناة المهاجرين واللاجئين من أجل تحقيق مآرب سياسية والضغط على دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بولندا ودول البلطيق. البعض يرى أن بيلاروسيا تستخدم المهاجرين أداة في حرب هجينة ضد الاتحاد الأوروبي. المهاجرون ينقلون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ناقلات بيلاروسيا وناقلات أخرى، عندما يصلون إلى مينسك تفتح الطرقات أمامهم في اتجاه بولندا ودول البلطيق. بولندا من ناحيتها أعلنت حدودها منطقة عسكرية مغلقة أمام وسائل الإعلام، أمام نواب البرلمان الأوروبي وهيئات الإغاثة من بينها الصليب الأحمر. تقارير ذات مصداقية أكدت وفاة عدد من المهاجرين
من شدة البرد والبعض من الغرق في الوحل في حدود بولندا أو بينها وبين ليتوانيا. المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية تؤكدان على حق أي دولة في حماية حدودها وسيادتها، ولكن أن لا يتم ذلك على حساب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين واللاجئين، وهذا ما يحدث في حدود أوروبية عدة بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام. إلى زميل توني مزرعاني وتصويت اليوم، ماذا ستسألنا توني؟ نعم. سؤالنا اليوم ريتا إذن الذي ستجدونه بعد قليل على حسابات الحدث على تويتر ويوتيوب كوميونيتي من لبنان، السؤال يقول: هل تعتقد أن أصرار حزب الله على عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يثبت تورطه؟ ندعوكم إلى المشاركة في التصويت عبر الخيارات نعم ولا. أما الآن فنذكركم بالعناوين: انقسام على مواقع التواصل حول مؤتمر استقرار ليبيا، إشادة بالتنظيم وانتقاد لفشل لم الشمل. مكتب لتعدد الزوجات في إعزاز السورية يثير السخط ويعيد انتهاكات الفصائل المدعومة من تركيا إلى الواجهة. والآن ريتا عودة لك. شكرا لك طبعا. شكرا لك. أكثر من 30 إصابة في السودان مع ذكرى ثورة 21 من أكتوبر، والاتهامات متبادلة حول مسؤولية الإصابات. لندر كينغ يرى في اليمن فرصة لأن تثبت إيران حسن نيتها ويعترف بدورها السلبي في الأزمة. رجل سوري بساق وطفل بلا أطراف يفوزان بالصورة العام. ولمعرفة مستجدات الأخبار ندعوكم مشاهدينا لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكنكم أيضا التفاعل معنا في 6 بتوقيت جي أم تي، 10 بتوقيت دبي عبر حساباتنا. إلى اللقاء.